وابني، ابني اللي بترجم الدنيا، راحت سميته على اسم الواد ماجد اللي حبيته من ورايا. لما طلبت ان اشوفه ما رضيتش. عارفه يا حاجه، عارفه لو كانت جابت لي ابني اشوفه كنت شلت لها جميل ده فوق راسي طول عمري. دي لو واحده ما تاخذنيش يعني اصيله ما كانتش تفكر في اللي عملته ده. ايوه يا حاج، ما هي ما كانتش عارفه ولا حتى عندها ذره امل ان حضرتك هتاخد براءه. يعني ايه؟ كانت متاكده ان انا تاجر مخدرات؟ انهي عاقل ده يصدق ان الحاج فرج ابو اليسر اللي حج بيت الله 9 مرات يتاجر في المخدرات؟ الله، ثم اللهم احفظنا، اتاجر في الممنوع ليه؟ وانا ناقص فلوس؟ وبعدين الحمد لله اهو الحق ظهر وطلعت مكيده. يا حاج انت ما شفتش البهدله اللي بنتي اتبهدلتها؟ حرام عليك، ده بقى كل اللي رايح واللي جاي يشاور ويقول اهي مرات تاجر المخدرات اهي، ده غير بقى اللي كانوا عايزين يقتلوها. ايه؟ يقتلوها؟ ليه؟ ومين دول؟ انا عارفه بقى، اهو بقى اشوف عدوينك ولا اللي بيكرهوك. الكلام ده حقيقي يا فوزي؟ ايوه يا حاج. فاكر الناس اللي سلطوها عشان تموتك لما حضرتك كنت محجوز في المستشفى؟ ولاد الابلسه هم ظهروا تاني. طب وخليل ابني بقى ذنبه ايه في ده كله؟ ذنبه بقى ان محدش عايز يقول لي ابني فين ومراتي فين. مراتك مع جوزها يا حاج، وده امر طبيعي. ايوه مع جوزها، في انهي داهيه؟ والله يا حاج ما نعرفش، 2 اتجوزوا وسافروا وما سابوش لحد اي خبر. طب على الاقل يعني مش بيكلموكوا في التليفون؟ ايوه يا حاج بيكلمونا في التليفون بس في الشغل، لكن هم فين بيعملوا ايه محدش عارف عنهم اي حاجه، حتى رقم التليفون اللي بيكلمونا منه ما بيظهرش على الشاشه. وطبعا حضرتك يا حماتي هتقولي الكلام اللي بيقوله فوزي. انا كل اللي يهمني ان اعرف ان بنتي كويسه، لكن راحت فين جت منين انا ما بفكرش في كده خالص. خلاص زهره براحتها، بس انا اللي يهمني ابني. ابني فين؟ ابنك مع امه، امال هتسيبه؟ خلاصه الكلام ده يا حاج، انت عايز الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. شوف يا حاج فرج، ربنا عرفوه بالعقل. تمام تمام يا سي فوزي. السيده زهره على الله مرزوق موكلتي حصلت على الطلاق من حضرتك بحكم رسمي من المحكمه. تمام؟ اه، ده ايام ما كنت في البعثه. بعثه ايه يا حاج؟ السجن يا حاج. عموما يا حاج حمد لله على السلامه، لكن الطلاق ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ لا مش حقيقي، ده كان لوي دراع، لكن انا دلوقتي خلاص طلعت براءه وعاوز حقي يرجع لي. تمام يا حضره الافوكاتو؟ للاسف يا حاج فرج، السيده زهره على الله مرزوق موكلتي بعد ما حصلت على الطلاق من حضرتك بحكم رسمي من المحكمة أوفت العدة وتزوجت من شخص آخر. تمام؟ لا مش تمام، لأن ده مش من حقها. ده موضوع يطول شرحه، بس أنا دلوقتي عايز أعرف الواد خليل ابني اللي انت خطفته وخبيته ده ذنبه إيه؟ يا ستي أنا ما خطفتش حد. بس كده أنت بتعرض نفسك لمسؤولية قانونية أنت مش قدها اليومين دول يا حاج فارق. مسؤولية ايه يا ابو مسؤولية انت؟ انت كل حاجة تقولي القانون والمسؤولية، انت شكلك كده جاي تعمل لي فيها محامي وتقلبني في قرشين. لا يا حبيبي مش عليا الكلام ده، لان الحاج فرج ابو اليسر والاجر على الله. يا اختي تنيلي بتعيطي على ايه؟ يا ريتهم ياخدوه يخلصونا منه. بعد الشر اغفى عليك يا ام كده برضو، عايزين اقعد لوحدي يعني انا كيف مين يعني؟ هكلم نفسي؟ على رأي أبوكي جوازة واقفة علينا بالخسارة، بس نقول إيه بقى؟ الكتاب انكتب والمهر على الله. ليه بقى؟ ليه بقى؟ تعيش اللي انت عايشاها دي يا بنتي، ده لغاية دلوقتي ما جابلكيش حتة ذهب. يعني هو أنا كنت لقيت غيره يتجوزني وقلت لا يا ناس مش عايزة أتجوز؟ انت اللي بختك مايل يا بنتي. أنا نفسي أفهم إيش معنى البيت زهرة دي اللي الرجالة بتتقاتل عليها وكل راجل أنا أحمد تاني. يا سلام، طب ما أنا كمان خليل حفي عشان أرضى أتجوزه. يا أختي بلا وكسة، وده جوز ده فرد. بس حرام عليك يا أم، خليل غلبان كفاية إنه بيستحملني وبديله على دماغه وبيسكت. لو أنت يا بنت عايزاه كمان ينطق، مش كفاية إنه قاعد لنا زي الشيخ اللي انقطع ندره؟ يعني خلاص هنسيبه كده يا حبلة عيني؟ دول جم خطفوه كده من الدار للنار، ده انا كنت لسه يما بعمل له الاكل. وكنت عامله له اكل ايه الموكوس ده؟ كنت عامله له ملوخيه ومحشي كروم.
طب قومي يا اختي قومي حطي لنا خلينا نتغدى بلانيله، هتقهري نفسك على ايه؟ اذا كانت اخته وبنت امه وابوه ما سالتش فيه، وبصراحه معايا حق، ده احنا لو بعناه في سوق الرجاله مش هيجيب 3 مليم. ما بعرفش اعوم، ما بعرفش اعوم، ما بعرفش اعوم يا جماعه، حرام عليكم كفايه كده يا حاج، يا حاج فرج. ايه ده؟ ايه الكلام الفارغ اللي بيحصل ده؟ مين قال لكم تعملوا كده يا اغبياء؟ انتوا ناسيين ده مين؟ ده اخو مراتي وخالبني، نزلوه. الحقنا يا حاج، انا بعتذر لك مناخيري. تعبان يا حاج. مشوني بسرعه من هنا بالنبي عشان خاطري. ما انا قلت لك يا خليل خلص نفسك من المشاكل دي وقول لنا اختك فين. حرام عليك يا حاج، انا حاسس ان انا بتعذب عند محل كاوتش. اختي قلت لك سافرت. سافرت فين؟ راحت لبنان. انت متاكد؟ ايوه حاج، ممكن بقى اروح لمراتي. حاضر حاضر، هتروح لمراتك بس بعد ما تاكد كلامك ده مظبوط ولا فشنك. وانت منتصر، خد اتنين من الرجاله واطلعوا لبنان، امسحوها من اولها لاخرها لحد ما تعتروا عليها. طمن يا حاج، مش هنرجع غير وهي معانا ان شاء الله. انا جعان بقى، ممكن شويه رز وحته فراخ بانيه. حاضر، من عينيا الاثنين. غدوه يا رجاله، غدوه احلى غدا. معلش معلش يا خليل، تعيش وتاخد غيرها منك لله يا زهره. انا بلعه لليوم اللي انا كنت فيه اكوكي. طب اقول لك يا زهره، ما تزعليش مني بصراحه كده، انا خايفه يكون طمعان في فلوسك. طب ايه رايك بس الكل ان هو ساب خطيبته عشان خاطري كده؟ طب هو ده يخوفني اكتر بقى. القهوة يا فندم. القهوة يا فندم. ماجد يا فندم. خليكم معاه، انا هروح عند الدكتور الفندق.